بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي الطلاب، طلاب ثانوية المناهج الصف الثالث في كيمياء 4، كيمياء المقررات. إحنا بنستكمل النهاردة موضوعنا في الكيمياء الكهربية بما يتعلق بالبطاريات. إحنا أخذنا في الحصص السابقة ما يتعلق بأنواع الخلايا الكهروكيميائية، واخدنا في نوعان من الخليه، خليه جلفانيه والخليه التحليليه. عرفنا في الخلايا الجلفانيه ان هي خليه تلقائيه بيحدث ان تتولد فيها الكهرباء ناتجه عن تفاعل كيميائي، وبالتالي فهي تلقائيه. ان شاء الله بنعرف في وقت لاحق البطاريه الاخرى اللي هي التحليل الكهربي. ثم عرفنا كيف يمكن حساب جهد الخليه الجلفانيه. توصلنا ايضا الى تدريب في اخر الحصه السابقه كنوع من انواع المراجعه بتمثل انصاف تفاعلات الاختزال الاتي. يعني اعطيني هنا هو انصاف اختزال، طبعا ده اختزال وده اختزال، واعطيني كل واحد جهد، حدد التفاعل الكلي وجهد الخليه ثم اكتب رمز الخليه. ده يعتبر تدريب مركب، يعني ممكن استنتج منه تفاعل كلي، ممكن احسب جهد الخليه، ممكن اكتب رمز الخليه. دي ثلاث اشياء ممكن يطلبها. تعال نشوف اول شيء الحل. يا جماعه هتركز في الاي اللي هي فرق الجهد، او الجهد اللي هي القطب نفسه من حيث الايه الاختزال. بيقول لي هنا وقت ان جهد اختزال اليود، طبعا هنا موجب وهنا سالب، اذا ده اكبر وده اقل. احنا اتفقنا في الحصه السابقه ان القيمه الاعلى اعتبرها اختزال والقيمة الأقل اعتبرها أكسدة. إذا نصف الاختزال هيبقى كما هو بدون تغيير، لكن اللي هتغير إيه؟ هتغير نصف الإيه؟ الأكسدة، بحيث إن أنا أحول شكل الإيه نصف المعدل تاني إف إي، إف إي موجب 2 زائد 2 إي، أصبح ده نصف اختزال وده نصف إيه؟ أكسدة. ممتاز. هنا بنحذف الـ 2 إي، بنحذف ال 2E مع 2E يدينا تفاعل كل اللي انا بايه باجمع ما قبل السهم هي المتفاعلات، ما بعد السهم دي نواتج، يديني تفاعل كلي. طيب نحسب جهد الخليه. عندي قانون واضح ومشهور، والقانون ده جاء في التحصيلي، ارجو انك انت تحفظه، ان اي دوت سيل بيساوي اي دوت كاسد ناقص اي دوت انود، او جهد الاختزال ناقص ايه جهد الايه الاكسده. هو كاتب هنا كاسود، ايوه فعلا الكاسود اللي هو القطب السالب، ماشي، اللي بيحدث عنده الايه الاختزال، والانود اللي احنا اتفقنا اللي هو الايه القطب اللي بيحدث عنده الاكسده. يبقى ده اللي بيستقبل وده اللي بيفقد، قلنا 5 من 10 اللي هو قيمه الجهد الاولاني ناقص تحول لزائد، يبقى 9 من 10 فولت. خلي بالك ده قيمه موجبه، يبقى خليه جلفانيه. تمام. عشان اعمل رمز الخليه بقول ان اف اي بيتحول الى اف اي موجب 2، اف اي بيتحول الى اف اي موجب 2، حدث اكسده، حدث اكسده. تمام. وبالتالي بقول ان اف اي يتحول اف اي موجب 2، ده يعتبر نصف اكسده. الاي 2 يتحول ل 2 اي سالب، يعتبر ده نصف الايه الاختزال. ده كان تدريب عن الحصه السابقه اللي احنا اخذناها بما يتعلق باستكمال الخلايا الجلفانيه. درسنا النهارده اتكلم عن البطاريات. لو فتحنا كتابنا، كتاب المدرسي صفحة 108، هتلاقي عنوانها البطاريات. ايه موضوعنا النهاردة؟ احنا عندنا مجموعة اهداف، عاوزين نشوف التركيب البطاريات، عاوزين نميز بين البطارية الاولية والبطارية الثانوية، يعني نعطي فرق، ونشوف الخلايا، بعض التطبيقات على الخلايا اللي هي الايه الاولية. طبعا مهم ان انا اعرف يعني ايه بطاريه، يعني ايه خليه جافه، يعني ايه بطاريه اوليه، يعني ايه بطاريه ثانويه. ده اللي هناخده النهارده ان شاء الله. طبعا البطاريه عباره عن خلايا جلفانيه واكثر في عبوه تنتج تيار كهربي، عباره عن خلايا جلفانيه واكثر في عبوه واحده تنتج تيار كهربي. خلي بالك دي ناشئه عن ايه؟ تفاعل اكسده واختزال، تفاعل اكسده واختزال. تمام. واعطيني ان هو خليه الخرسين والكربون الجافه، دي الخليه الايه الجافه، النوع الاولاني في الخليه الجفانيه.
طيب في حاجة مهمة جدا قبل ما أبدأ في توضيح الكتاب، تعال نشوف هنا حاجة مهمة جدا. يبقى احنا عرفنا درسنا النهاردة هنبدأ بيه اللي هو البطاريات، ان البطارية عبارة عن خلية جلفانية واكثر في عبوة واحدة تنتج تيار كهربي. طيب اولا كلمة خلية جلفانية، فعلا بتنتج تيار كهربي، يعني اذا بداخلها ايه بيحدث تفاعل كيميائي. ليه؟ لان خلية تلقائية. يبقى اذا البطاريات بصفة عامة ما هي الا خلايا جلفانية. بس في نوعين مهمين يا شباب، انتبهوا معايا. النوع الاولاني في بطارية اولية وبطارية ثانوية، يعني في بطارية بعد ما بتستخدم بترميها مباشرة ما بيعرفش تشحنها، وفي بطارية لا تشحنها عشان تستخدمها مرة اخرى. البطارية الاولية لو قلنا نوع التفاعل فيها غير عكسي، يعني ما بيرجع مرة اخرى. اما البطارية الثانوية يحدث بشكل عكسي، يعني انا بعيد شحنه مرة اخرى. يا ترى صالحة؟ لا غير صالحة، دي بمجرد ما تنتهي برميها. البطارية الثانوية لا بعيد شحنها مرة اخرى. مثل ايه؟ بطارية الخرسين كربون، اللي بطارية العادية اللي احنا بنستخدمها في ريموت التلفزيون ولا اي ريموت، بطارية قلوية، بطارية الفضة. دي امثلة للبطاريات الاولية، وممكن اطلق عليها خلية. والبطاريات الثانوية اللي انا بيعاد شحنها، بطارية الرصاص الحمضية، بطارية السيارة، بطارية النيكل كادميوم، بطارية الليثيوم، زي ما هنشوف ان شاء الله في من خلال الشرح. يبقى احنا النهاردة عاوزين نعمل تطبيق عملي للخلية الجلفانية اللي هي بقى ايه بطاريات. ده تطبيق عملي للخلية الجلفانية، تمام؟ طيب تعال نشوف اول نوع اللي هي البطارية الايه الاول من البطاريات الاولية، بطارية الخرسين، خلية الايه الخرسين والكربون، بسميها الخلية الجافة. يعني يقول لك خلية، يعني يقول لك بطارية، يعني يقول لك البطارية الخرسين والكربون، او يشيل لك يقول لك خلية جافة. دي كلها على اساس الاسئلة اللي ممكن ترد لك في الايه في الاختبار. طيب تعال نشوف كتابنا بيقول ايه. طبعا هنا بيتكلم على خلية الخرسين والكربون اللي هي خلية جافة، فبيديني شكل الايه الخليه زي ما انت شايف، وهنشرحه دلوقتي. اي خليه جلفانيه يا شباب لابد ان ابحث عن حاجتين، الانود والكاثود، ده الاساسي. ثم كيفيه انتقال الالكترونات. هنا اناء خرسين اهوت اللي هو الايه البدل الجسم الاخير الخارجي خالص، طبعا احنا بنغلفه بتغليفات حسب الشركه المصنعه وكده. فهنا عندي الغلاف الخارجي ماشي اللي هو الانود، هيعتبر ايه قطب سالب. وفي الداخل اللي هو كربون، صخر كربون اللي هي بيبقى ايه جزء طالع ده ماشي، ده بيحمل ايه يعتبر ايه الكاثود، بس هنا الكاثود غير فعال لانه كل مهمته انه بينقل الكترونات فقط لغير، او يسمى عمود الكربون خلايا جافة بالكاثود الايه الغير فعال، بالكاثود غير فعال يعني لا يسهم في تفاعلات. كل الفكره ان هو بيعمل ايه، بيساعد على انتقال الالكترونات من شوف ايديا الى. يبقى انت عندك هنا قطب سالب وهنا الحته دي قطب ايه موجب. طبعا في الوسط عجينه، العجينه دي مهمتها ايه حدوث التفاعلات التاليه. يعني احنا لو اخذنا كلام بدقه اكبر شويه وقلنا هنا اهوت بطاريه الخرسين كربون الانود، انا يهمني نقاط لازم تحفظها، ويعتبر ان دي زي ما بقول لك دفترك، اكتب دفترك وكمل دفترك، ده يعتبر ملخص احنا بنجهزه لك. يعني الانود عباره عن ايه شباب؟ عباره عن الخرسين، الانود خرسين. يبقى اللي هيحدث عنده تفاعل الاكسده التالي، زد ان يتحول لزد ان موجب 2 زائد 2 اي، تمام؟ زي ما انت شايف فين الخرسين، شوف في الخارج خالص، تمام. الكاثود ده عباره عن عجينه من كلوريد الخرسين وثاني اكسيد المنجنيز وكلوريد الايه الامونيوم. العجينه موجوده في المنطقه ديت، خلي بالك الخط الاصفر ده اهو عباره عن ايه؟ عباره عن القنطره الملحيه، بس هنا عباره عن شبكه مثقبه كده. احنا قلنا القنطره الملحيه قبل كده عباره عن ايه يا شباب؟ او دورها بتسمح بمرور الايونات. ففعلا العجينه اللي هو الكاثود هتاخد الالكترونات اللي هو القادمه من مين؟ الانود، عشان يديني التفاعل ده، تمام؟ يبقى اذا العجينه ديت هتاخد الايه الالكترونات ماشي، وطبعا هتنقلها الى مين؟ الى القطب الايه اللي هو الكربون. بس انت هتلاحظ من خلال التفاعل ايه، ان في هنا ماده اسمها الامونيا،
ماشي، ممكن تتكون ان هوت على الصاج دهوت، وبعد كده هنلاحظ ان البطاريه خلاص بتضعف، البطاريه بتزداد ليونه. ده انا لازم ارميها ليه؟ لان هي استنفذت الجهد اللي داخلها او الطاقه، اذا يقف انتاج جهد في البطاريه عند تكوين ايه؟ NH3. ما تنساش ان الكربون ده اهو، الكربون ده كاثود غير فعال. كاثود غير فعال ليه؟ لان هو مهمته ان هو يستقبل الالكترونات زي المركب كده، وينقل الركاب من ميناء الى ميناء وبيرجع مره اخرى. الراجل ده فعلا زي ما هو ما بيتغيرش. هل دي خليه اوليه؟ خليه اوليه، لا يعاد شحنها، لا يعاد شحنها، تفاعلها غير عكسي. بتنتج كام؟ بتنتج 1.5 فولت، تنتج 1.5 فولت. دي النقاط اللي ايه؟ اللي هنا مطلوب منك انك انت تفهمها. يبقى دي اول بطاريه بتعتمد على ايه؟ فكره الخليه الجرفانيه، بس ايه؟ بطاريه اوليه لا يعاد شحنها مره اخرى. ممتاز. النوع الثاني اللي هي البطاريه القلويه، البطاريه القلويه تشبه البطاريه اللي هي الايه؟ الخرسين والكربون، بس هنا في فرق ان الخرسين هنا بودر مسحوق، مسحوق الانود مسحوق. طبعا المسحوق احنا اخذنا بسرعه التفاعل الكيميائي، كل ما بيكون على هيئه مسحوق كل ما بيكون التفاعل ايه؟ اسرع. وطبعا هيمزج هنا بهيدروكسيد الايه؟ البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم. تمام؟ فهنا زد ان زائد 2 اتش سالب، الاثنين بيمثلوا انود، هيفقد الكترونات. الكاثود ثاني اكسيد المنجنيز زائد كيو اتش، خلي بالك ده ايه؟ هيستقبل، اخذ الكترونات ويتحول الى الام ان او اتش، كل اثنين زائد 2 اتش سالب اللي هو نصف الكاثود. يبقى تلاحظ ان في فقد واكتساب، اكسده واختزال، ينشا تيار كهربي. خليه اوليه، خليه اوليه لا يعاد شحنها مره اخرى. طيب ايه الفرق بينها وبين خليه الايه؟ الخليه الجافه اللي احنا اخذناها للخرسين والكربون؟ بيقول لك ان هي اكثر كفاءه، اكثر كفاءه. ليه؟ لان مسحوق الخرسين بيعمل على زياده مساحه السطح التفاعل، زياده مساحه سطح التفاعل، وطبعا لها استخدامات في الاجهزه الصغيره زي ما هتشوف ان شاء الله في ورقه ملخصه. يبقى زي ما انت شايف الاهوت، ادي القطب الايه؟ السالب، وادي القطب الموجب، عندك الكاثود، عندك الانود، وعندك الالكتروليت. يبقى اذا متوفر عندنا شروط الخليه الايه؟ الجرفانيه. اكرر، الانود مسحوق من الخرسين، الكاثود عباره عن هيدروكسيد بوتاسيوم وثاني اكسيد المنجنيز، خليه اوليه نعم اكثر كفاءه من البطاريه الجافه. طيب كتابنا بيقول ايه؟ ادي البطاريه الايه؟ القلويه، البطاريه القلويه. طبعا هو هنا جايب لك نفس الايه؟ الشكل تقريبا اللي انا ايه؟ شرحته لك. تمام؟ البطاريه طبعا البطاريه القلويه اللي هو النوع الثاني. طبعا تطبيقاتها بتزيد عن الخليه الجافه، لان هي بتكون ذات قيمه اعلى او بتديني جهد ايه؟ اعلى. طبعا نفس التفاعلات اللي اخدناها، وده البطاريه رقم 2، البطاريه القلويه. البطاريه القلويه اللي هي ضمن ايه؟ الخلايا الاوليه او البطاريه الاوليه. طيب يتبقى لنا النهارده بطاريه اوليه اسمها بطاريه الايه؟ الفضه، بطاريه الفضه. ماشي؟ طبعا بيقول ان هي اصغر حجما. تمام؟ تستخدم في اجهزه توليد الطاقه. طيب ركز بقى على الاستخدام، سماعات الاذن والساعات والالات التصوير. يبقى اذا بطاريه الفضه دهيت، بطاريه الفضه بتستخدم في سماعات الاذن والساعات والات التصوير. تمام؟ شكلها فين بطاريه الفضه؟ شوف خلي بالك المنظر ده اهي. تمام؟ دي هنا بنحطها هنا، يبقى اذا بتشغل الساعه. تمام؟ ده تفاعل الكاثود لنصف الايه؟ الخليه. تمام؟ هيبدا اعمل لك طبعا مقارنه بالبطاريه الاوليه والبطاريه الثانويه. ماشي؟ بس انا عاوز افهمك حاجه، ان كل بطاريه بتشحن يعاد شحنها بتبقى بطاريه ثانويه. يعني ممكن ما وراش عندنا كتفصيليا مثلا ايه؟ الات الحلاقه او ماكينه الحلاقه بيعاد شحنها، الات التصوير مش مذكوره عندنا نصا في الشرح، بطاريه الايه؟ النيكل والكادميوم، كل دي بطاريات يعاد شحنها، بطاريات يعاد ايه؟ شحنها. تمام؟ وبالتالي فبطاريات ايه؟ ثانويه. نرجع ليه؟
بطارياتنا دي البطارية القلوية اللي احنا اخدناها اخر بطارية اولية النهاردة، وهي بطارية الايه الفضة، بطارية الفضة زي ما انت شايف شكلها هي او منظرها دي، وكل ده شفناها في اثناء تغيير بطارية الايه الساعة. يهمني تعرف الانود زد ان زد كيو اتش، خلي بالك هيدروكسيد بوتاسيوم ده بيديني ايه؟ بيديني الكترونات، يبقى حصل له فقد الكترونات يعني حصل له اكسده. الكاثود اكسيد الفضه استقبل الكترونات عشان يديني ايه؟ يديني تفاعل الكاثود. يبقى اذا فقد واكتساب الكترونات، يبقى الكل بيمثل خليه جلفانيه لانها معتمده على الاكسده والاختزال. الاكسده والاختزال خليه اوليه، نعم خليه اوليه صغيرة الحجم تستخدم في سماعات الأذن والساعات وآلات التصوير. دي ثلاث حالات أخدناهم في البطاريات الإيه الأولية. يبقى إحنا أخدنا النهاردة الثاني البطاريات. البطارية عبارة عن خلية جرفانية أو أكثر في عبوة واحدة بتنتج التيار الكهربي. عملنا مقارنة بالبطارية الأولية والبطارية الثانوية، هامة جدا يا شباب. الأولية تفاعلها غير عكسي، الثانوية يحدث بشكل ايه عكسي يعني ايه غير صالحة، يمكن شحنها يعني بمعنى صح هنا لا يعاد شحنها، هنا يمكن اعادة ايه شحنها. زي بطارية الخرسين والقلوية والفضة اللي احنا درسناهم، ثم درسنا بطارية الايه اللي ان شاء الله الحصة القادمة بندرس البطاريات الايه الثانوية. اخدنا البطارية الجافة او خلية جافة او خلية خرسين والكربون زي ما انت شايف بالشكل المبسط جدا ده، عبارة عن خلية جرفانية. اعرف الانود، اعرف الكاثود، اعرف نوعها بتنتج كام، ماشي، وخاصية من الخواص. طبعا مش محتاج تعرف استخدام الريموت اللي ابسط استخدام ريموت اللي تلفزيون او ريموت اي شيء اجهزة كهربية. ثم البطارية القلوية عرفنا الانود عبارة عن خرسين بس بودر مصحوب عشان يكون اكثر كفاءة من الخلية الجافة، والكاثود هنا الانود بيفقد والكاثود بيكتسب. ثم دخلنا في بطارية الفضة، الأنود ثم الكاثود، طبعا خلية أولية أصغر حجما تستخدم في سماعات الأذن وساعات وآلات التصوير. طيب أنا هنا بطريقة جميلة جدا إن شاء الله بترسل لجميع الطلبة والطالبات إن شاء الله لمن ترغب أو لمن يرغب، ده عبارة عن تلخيص شامل لدرس البطاريات سواء أولية أو ثانوية للأسبوع القادم إن شاء الله. تمام؟ واضح خالص الخلية عبارة عن أنود والكاثود ونحة، نفس الكلام اللي إحنا شرحناه والاستخدامات. بإذن الله بإذن الله الحصة القادمة بندرس البطاريات الثانوية أو الخلايا الثانوية كنوع ثاني من البطاريات المعتمدة على فكرة الإيه؟ الخلايا الجلفانية. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية درس النهاردة، الدرس البسيط الجميل وهو بيتكلم على البطاريات اللي بتعتمد اساسا على الخلايا الجلفانية. طلاب صف ثالث ثانوي، اتمنى الاهتمام والتركيز تجميع دروسك، عاوز تكونوا جاهزين للاختبارات ان شاء الله في اخر اسبوعين ان شاء الله، الاسبوع ال 14 و 15 بنعمل تدريبات واسئلة بتطبق على الوحدات التي تم دراستها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.